بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة هنتكلم فيها عن النادي الاهلي، وهنتكلم فيها باستفاضة عن الحال اللي وصل لي النادي الاهلي. لكن في البداية ما تنساش صل على الحبيب في الكومنتات، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في البداية عايز بس اوضح نقطة، ان جمهور النادي الاهلي فارق كبير جدا بين جمهور النادي الاهلي وبين اي جمهور تاني، مع احترامي لكل جماهير الاندية الاخرى، لكن دايما جمهور النادي الاهلي بيقف على المشكلة فين ونقاط الضعف او الخطأ فين وبنبدأ نعالج. ما بطلعش دايما اقعد اقول حكام ومؤامرات وجو مش عارف ايه، لا، احنا بنقف دايما على الاخطاء، وده اللي بيخلينا دايما ان احنا لم مفيش نادي ما بيقعش. في أندية كتير بتوصل لأعلى الكيرف بتاعها، وطبيعي ان الكيرف ينزل تاني وتبدأ تطلع برضو وتعيد البناء مرة أخرى. لكن لما النادي الأهلي المستوى بيقع في فترة من الفترات، بنبدأ نشوف الأسباب والعوامل اللي وصلتنا لكده عشان تبدأ تعالج صح، عشان ترجع تقف في أسرع وقت وتقف لفترة طويلة على القمة. عايز أقولك ما ينفعش النهاردة يا جماعة نادي بحجم النادي الأهلي، هو لما اجيب محترف وبدفع بالدولار في اللعيب المحترف دم قلبي ليه؟ عشان استفيد منه. يعني النهاردة النادي الاهلي عنده 5 اجانب، عنده 5 اجانب، واللاعب اللي موجود في الملعب هو معلول. هتقول لي ما هم مصابين يا مصطفى انت هتشتغلنا، هقول لك يا فندم اعتبر ان بيرسي تاو وميكي سوني وبدر بانون، الوحيد اللي كنا ممكن نستفيد منه بدر بانون، وقاليو جانج. قالوا جانج ما كانش مصاب وكان قاعد على الدكه امبارح ما بتلعبوش. يعني ايه النهارده لو انا عندي اللعيبه دي كلها جاهزه، كان مين اللي هستفيد بيه؟ علي معلول 33 سنه في الملعب، وبدر بانون، هم دول اللي كنت هتستفيد بيهم. والدليل ان المدرب ما قعد ديانج، طبعا ديانج ما فيش غبار عليه، ما حدش يقدر يتكلم نص كلمه على ديانج، لكن المدرب ما قعد لعيب محترف بحجم ديانج، ما قعده على الدكه كورقه رابحه معاه. فين باقي المحترفين؟ هل ينفع النهاردة ان انا يبقى عندي بيرسي تاو، عندي ميكي سوني، 2 لعيبة جايبهم بملايين الدولارات عشان استفيد منهم؟ مش عارف استفيد منهم لحد النهاردة، انا كنادي اهلي مش قادر استفيد منهم. طب يا فندم ما توفر الفلوس دي، انا عندي اجيب لاعب محترف يتقال عليه محترف زي ديانج كده برقبة 2-3، افضل من 2-3 من الكسر اللي انا بجيبه. انا بروح استخسر واسترخص وبجيب لعيب بمليون دولار واتنين مليون دولار، في حين ان اللعيب السوبر اللي ممكن يجي ياكل الاخضر واليابس ياخد 3 مليون دولار. يعني لو 2 لعيبة استغنى عن 2 لعيبة وهات لعيب. يعني انا النهاردة ايهما افضل؟ يبقى عندي ميكيسوني وبيرسي تاو ما بستفدش بيهم سواء كان مصابين او غير مصابين، ولا يبقى عندي مثلا لعيب زي لاباكوجو، لعيب زي موليكا، لعيب زي اشرف بن شرقي. انت عندك النهارده لعيب بحجم اشرف بن شرقي مجانا، لعيب مجاني. في لعيبه كتير على فكره، والله في لعيبه كتير مجانيه يا جماعه. امبارح في ماتش بيراميدز، ابراهيم بلاتي توري اللي واكل نص الملعب لوحده، الواد امبارح واكل نص الملعب، ده لعيبه يا جماعه مش جاي من الهومولولو. ابراهيم توري مش جايبينه بتوع بيراميدز اللي ما بيفهموش في الكوره، جايبينه مش جايبينه من هومولولو، ده جايبينه من بطوله امم افريقيا. لعيب لعب 5 ماتشات مع منتخب بوركينا، 3 ماتشات طلع منه في ذا ماتش. انت متخيل 3 ماتشات بيطلع منه في ذا ماتش وجايبينه فري، ما دفعوش فيه مليم، ولا عندهم بقى لجنه تخطيط، ولا عندهم جلسات، ولا عندهم اجتماعات، مع ان مع احترام الكامل يعني ولا واحد فيهم بيفهم كرة زي الناس اللي عندنا، ولا واحد فيهم بيفهم كرة زي الناس اللي عندنا. لكن ليه البطء دايما في اتخاذ القرارات؟ نادي الاهلي فيه اخطاء بالجملة، والاخطاء هنا هتكلم عن اخطاء لاعبين واخطاء ادارية كبيرة جدا. ما ينفعش يا جماعة وانا في نص الموسم ابدا ادور على عقد للعيب محترف زي بدر بانون. انا استفدت ايه من بدر بانون الموسم ده؟ حد يقدر يقول لي؟
انا كنادي اهلي استفدت ايه من بدري بنون؟ ولا حاجه. 6 شهور مصاب، وبعد ما رجع من الاصابه واطمنا عليه ما استفدتش منه حاجه. دخلت في سكه قطر القطري والمفاوضات، والمفاوضات وقفت، لا المفاوضات رجعت، لا ده مش عارف ايه، وما استفدتش حاجه. هل ينفع النهارده ان انا اجيب لعيبه اجانب ب2 مليون دولار زي مثلا والتر بواليا، 2 مليون يورو زي بادجي، اشتريت لعيبه واقعد اعير، اشتري اللاعب من دول بلوكشه فلوس قد كده ما بستفدش من اللاعب فنيا، فابدا بقى اقعد اعير اللاعب، ارجع اجدد الاعاره وارجع ابيع. نادي الاهلي جايب بيرسي تاو وهو مصاب، جايب بيرسي تاو وهو مصاب، ولبسنا الليله مفيش لاعب اجنبي، مفيش لاعب اجنبي هيسيب الدوري الانجليزي بجلاله قدره ويرجع للدوري المصري مهما كان اسم الفريق اللي هيلعب ليه، مهما كان اسم الفريق اللي هيلعب ليه، الا اذا اللاعب ده بيشطب كوره وخلاص كبر في السن وعايز يعيش له سنتين كده في البلاره، او انه عنده اصابه متكرره من كتر اللعب والضغط في الدوري الانجليزي فقال لك اشوف لي دوري في الحنين اروح العب واظهر فيه. وده التقرير من المنتخب الجنوب افريقي. اشترينا كهربا وكهربا ضحى بفلوس، يعني عايز اقول لك كهربا اتحط له شنطه زي شنطه عبد الله السعيد عشان يجدد للزمالك وما يمشيش، وبالرغم من كده جالك كهربا. عملت ايه؟ اول ما المدير الفني قال لك مش عايز كهربا مشيت كهربا. ده ان ده اللي بيدل ان مفيش حد بيفكر في صالح النادي الاهلي فنيا. لجنه التخطيط اللي عندي لا تصلح، وهنا لما بقول لجنه التخطيط بقول كابتن محسن صالح، كابتن زكريا ناصف. يا جماعه انا عايز اسال سؤال والله ما حدش يزعل مني، واعتبروني بقول رايي كمشجع اهلاوي بسيط جدا، انا اقل واحد، انا اقل واحد في مشجعي النادي الاهلي، بس ده رايي، حقك تاخد بيه وحقك تقول لي انت رايك ترميه في سله زباله، حقك حقك والله مش هزعل. النهارده ايه قيمه كابتن محسن صالح الفنيه؟ مين كابتن محسن صالح عشان يحدد مستقبل فرقه بحجم النادي الاهلي؟ عمل ايه كابتن محسن صالح على المستوى الفني؟ كسب دوري مع الاسماعيلي؟ هو ده اللي يحدد مستقبل النادي الاهلي؟ كابتن زكريا ناصف، ايه امكانيات كابتن زكريا ناصف عشان يحدد مستقبل فرقه ليها 70 مليون مشجع؟ مين دول؟ مين دول؟ لما يبقى النهارده كل اللعيبه بتاعتك بتبقى كسر وانت اللي بتختارهم بنفسك، محدش بيختار، لا احنا ولا الجمهور اللي بنختار، انتوا اللي بتختاروا. انت اللي رحت جبت بادجي ومشيت بادجي في نفس السنه، انت اللي جبت بواليا ومشيت بواليا، انت اللي جبت جيرالدو ومشيت جيرالدو، انت اللي جبت الشحات، انت اللي جبت الصفقات دي كلها، ولا واحد طبع. الوحيد اللي طبع اليو ديانج، الوحيد اللي جابت قماش معاه اليو ديانج. وعايز اقول لك حاجه واتحدى اي مسؤول اهلاوي، اليو ديانج جاي من عن طريق انيس بوجلبان، يعني مش الاهلي اللي جايبه كده نقاوت عين، لا للاسف الشديد النادي الاهلي عنده القوه الشرائيه لكن ما عندوش نقاوت العين، ما بيعرفش يختار. ما عنديش مسؤول بيخطط لمستقبل النادي الاهلي ومصالح النادي الاهلي بيعرف يشوف بعين كويسه، بيعرف يشوف عشان ما حدش يقول لي فلوس، لا احنا عندنا فلوس متلتله، بس للاسف ما بنعرفش نختار. الزمالك، الزمالك امير مرتضى ملبسش شورت وفلنا، امير مرتضى ملبسش شورت وفلنا، مرتضى منصور ملبسش شورت وفلنا، ومع ذلك لما بيجيبوا صفقات في لعيبه جابوها كويسه، لما توفرت القوه الشرائيه ليهم جابوا لعيبه كويسه. سيبك من اللعيبه الكسر اللي هم برضو بيجيبوه، لكن انا كنادي اهلي ليه ده كله؟ انا كجمهور مش هقبل ان سنه تعدي بدون بطولات، انا كجمهور مش هتحمل ان النادي المنافس بتاعي واقع واقع وعنده مشاكل بالكون وانا ما عنديش اي مشكله ومع ذلك مش عارف اكسب، مش عارف اكسب الدوري سنتين ورا بعض. النهارده عايز اقول لي عضو مجلس الاداره اللي طلع يهاجم في الجمهور الاستاذ محمد الضماطي، يا استاذ محمد لولا الجمهور ما كانش هيبقى النادي الاهلي تاني. استاذ محمد يا ضماطي يا عضو مجلس الاداره، يا اللي بدل ما تطلع تتكلم وتقول الجمهور ومش الجمهور، حضرتك من المفترض عليك
بدل ما تطلع تهاجم الجمهور وتقول اصل الجمهور مش عارف ايه والجمهور ايه. لا يا فندم، اطلع شوف المشاكل اللي عندنا في النادي الاهلي، اطلع صلح. انت عضو مجلس اداره، انت عضو مجلس اداره، اقعد مع الكابتن محمود الخطيب انت ومجلس ادارتك، شوفوا المشاكل اللي الاهلي فيها وصلتنا كده لايه. شوف عندك في لجنه تخطيط ولا لجنه تخبيط، شوف في ايه عندك في النادي الاهلي عشان تحل. لكن ما تشيلش الليله للجمهور، الجمهور جاب اخره، الجمهور تعب، احنا ماشيين بادويه ضغط وسكر، والله العظيم ماشيين بادويه ضغط ضغط وسكر. حرام عليكم، حسوا بالجمهور، مش كل ما نقع نقول الجمهور. الجمهور ده اللي حماك في مشكله تركي الشيخ، الجمهور بتاع الاهلي اللي مش عاجبك دلوقتي هو اللي حمى الاهلي ومجلس اداره الاهلي من مشكله تركي الشيخ، ناسين ولا ايه؟ مش هو ده الجمهور اللي كان حلو ساعتها؟ مش ده الجمهور اللي لما طلع شتم تركي آل الشيخ في الملعب قلت الله ده جمهور حلو؟ دلوقتي بقى الجمهور عليه طين، دلوقتي بقى الجمهور عليه وحش. اتمنى من عضو مجلس الاداره يعني احترموا عقليه جماهيركم شويه. النهارده يقول لك الفلوس والتذاكر كتير، طب ما توفر لي انت التذاكر. على فكره عايز اقول حاجه، موضوع تذاكر الرابطه بتاعت الدوري، الزمالك مخليها ب 75 واحنا مخلينها ب 100. الزمالك اللي مش لاقي ياكل مخليها ب 75 واحنا اللي عندنا فلوس متلتله لا خليها ب 100. ونطلع في الاخر نقول اصل الجمهور اللي بيجي في المدرجات مش هو ده الجمهور. ما هو ده مش هو ده الجمهور، لانك كمجلس اداره ما راعيتش الجمهور بتاعك. انت كمجلس اداره وفرت لي ايه كجمهور عشان اروح احضر ماتشات واشجع؟ وفرت ايه الجمهور التالته شمال، الجمهور الحقيقي للنادي الاهلي، وفرت له ايه؟ ما وفرتلوش حاجه. ده بالعكس، ده بالعكس، نادي الزمالك، نادي الزمالك الجمهور بتاعه بيروح غزل المحله بال 5000. نادي الزمالك رايحين بال 5000 في غزل المحله. الاداره بتاعتهم عملت لهم ايه يا فندم؟ جابت لهم اتوبيسات، جابوا لهم اتوبيسات مكيفه تاخدهم من بوابه النادي لحد المحله وترجعهم تاني، وترجعهم تاني. ده غير ان هم اصلا مخفضين التذكره ل 75 جنيه بدل 100 مخلينا 75 جنيه، معرفش رجعوا زودوه ولا لا. بس انت شايف هي دي الاداره يا استاذ محمد، هي دي الاداره. انت المفروض النهارده توفر لبن العصفور للجمهور بتاعك. اي ماتش بره مصر او بره القاهره في اي محافظه من المحافظات، هات الجمهور بتاعك واطلع قول زي ما عمل مرتضى منصور، اطلع قول انا هوفر اتوبيسات للجمهور اللي عايز يروح ماتش كذا، اللي عايز يروح اسكندريه في ماتش ما مثلا الاتحاد، تعالوا انا جايب لكم 100 اتوبيس، جايب لكم 50 اتوبيس، تعالوا هنوديكم ونجيبكم، بس تعال هات تذكرتك بس. لكن النهارده يا جماعه معلش، يعني المشجع الحقيقي، المشجع الحقيقي اللي بيفضل يهز في الملعب هز ده هيجيب فلوس منين؟ انت النهارده مطلوب منك 100 جنيه تذكره، مطلوب منك مواصلات على الاقل 100 جنيه ادي 200 جنيه، مطلوب منك اكل وشرب في الملعب، ما انت مش هتروح تقعد 5 6 ساعات من غير ما تشرب حاجه، من غير ما تاخد لك ازازه ميه حتى، مطلوب منك بتاع 50 جنيه. البتاعه بتاعت الباركود ولا الكيو ار بتاعت الكورونا دي برضه مطلوبه، يعني دخلت لك في 300 جنيه. معلش مع احترامي يعني الراجل البسيط اللي يوميته 100 جنيه و150 جنيه ده، العامل اللي يوميته 150 جنيه هيروح يدفع من قوته وقوت عياله يوميتين شغل عشان يتفرج على الاهلي وهو ما عندهوش ياكل عياله؟ والبهوات اعضاء مجلس الاداره طالعين يقول لك الجمهور، جمهور ايه؟ الوحيد في منظومه النادي الاهلي هو الجمهور اللي ما بيستفدش. والله العظيم الوحيد في منظومه كره القدم هو الجمهور، هو الوحيد اللي ما بيستفدش، الجمهور هو الوحيد اللي بيدفع فلوس عشان يتفرج على الماتشات، سواء كان في الملعب او في الكافيه. الجمهور هو اللي بيتحرق دمه يا استاذ محمد يا ضماطي. كل منظومه الكوره في مصر مستفيده، اللاعب بيقبض، اعضاء مجالس الادارات كفايه العنجهيه والمنظر والقيمه، تقعدوا مجلس اداره الاهلي، تقعدوا مجلس اداره الزمالك، دي كفايه، دي كفايه بيه والله. ده بيدفع عليها ملايين عشان تتجاب. تمام؟ المدير الفنيين بيكسبوا، كله بيكسب.
كله بيستفيد الا الجمهور اللي انت طالع تهاجمه النهارده وتقول لي اصل الجمهور. امبارح بعد المباراه رمضان صبحي لاعب بيراميدز راح يسلم على محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم معرفش ليه محمد عبد المنعم محسسني ان هو بيكن باور الكره المصريه. محمد عبد المنعم لعيب جيد عنده مستقبل، لكن يا محمد الثقه، في فرق ما بين الثقه والغرور والتنطيط. غرورك وتكبرك على اللعيبه في الملعب والتنطيط بتاعك في الملعب هيخلص عليك بدري بدري يا محمد يا عبد المنعم. والله عيب يا محمد يا عبد المنعم لما تكون لاعب منتخب مصر وانت لسه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم تتنطط بالشكل ده. ايه ده شويه؟ وكلامي هنا والله ملوش علاقه برمضان، ياكش يد رمضان على دماغه، انا بتكلم على الملعب نفسه. انت بتلعب في النادي الاهلي، اول حاجه لازم تبقى متواضع، تواضعك ده هيكون سر نجاحك وتالقك. لكن تلعب لي التكبر، تلعب لي ان انت الواد اللي مفيش زيه، لا، انت لسه في قعر المخله زي ما بيقولوا، جيشك لسه في قعر المخله، لسه ما عملتش حاجه للنادي الاهلي عشان تتنطط وتشوح للشناوي وتشوح مش عارف لمين. ايه يا عم في ايه؟ في ايه؟ امال لو جبت لي بطوله ولا بطولتين هتعمل فيا ايه؟ امبارح رمضان صبحي مع احترامي الكامل، سيبك من مشاكلنا مع رمضان، لكن لعيب بيمد ايده ليك وبيسلم عليك، ما ينفعش تبقى انت مستواك وحش اصلا في الملعب وعايز تكسب بونت عند الجمهور بتاع جمهور الاهلي ما بياخدش، مش بتاع لقطه. يعني انت ما تكونش مغرقني في الملعب ومخسرني وتيجي تعمل لي لقطه زي بتاعه رمضان وتتخانق مع رمضان عشان الجمهور تكسب عنده بونت. مش احنا الجمهور ده، مش احنا الجمهور ده. عايز تكسب بونت العب بادائك في الملعب، استرجل في الملعب، العب بروح النادي الاهلي وتيشيرت النادي الاهلي، ما تحرقش دم الجمهور في البيوت، هو ده اللي المفروض منك. لكن لعيب بيمد ايده ليك، مد ايدك يا عم. الروح الرياضيه ايا كان بقى، رمضان، شعبان، اي حد، اي حد خلاه ربنا، دي روح رياضيه، سلم عليه يا سيدي. لكن ما تبصلوش بقى تقول له الاهلي ومش ايه جاب الاهلي للتسليم على اي لاعب. هل انت كده بقيت احسن لاعب في الدنيا؟ لا، انا كان عندي النهارده تكسب 10-0 واطلع سلم على رمضان عادي جدا. رمضان صفحته اتقفلت وانتهت تماما وعمره ما هيخش النادي الاهلي. لكن ما ينفعش النهارده لعيب بيسلم عليك يا اخي. ده انت لو في بينكم خناقات ومشاكل، واحد بيسلم عليك هتسلم عليه. لكن ازاي بقى لازم ابين نفسي قدام الجمهور ان انا الواد اللي خايف على مصلحه الاهلي وانا الواد اللي عامل على الاهلي؟ لو انت خايف على مصلحه الاهلي يا محمد يا عبد المنعم كنت موتت نفسك في الملعب، كنت كسبت الاهلي، ما كانش دخل فينا جوان بالشكل والمنظر ده. بسلامه.